بكم في حلقة جديدة من تيك توك. الإعلام هو الوسيلة الأهم لنقل الأفكار وتغيير الثقافة من يوم ما ظهرت الأدوات الإعلامية، سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، نهاية بالإنترنت واللي بسببها المجتمع اتغير تغير رهيب. الإحصائيات بتقول إن التلفزيون ما زال الوسيلة الأهم كمصدر للمعلومات. في الولايات المتحدة التلفزيون ما زال رقم واحد كمصدر للأخبار والمعلومات. السوشيال ميديا كمان بدأت تاخد مركز متقدم وقربت بشكل كبير من التلفزيون بسبب عزوف الشباب عن متابعة التلفزيون. في الشرق الأوسط الموضوع مش مختلف كتير، مازال برضو التلفزيون رقم واحد كمصدر للأخبار. غالبية الناس في الشرق الأوسط بيتابعوا القنوات الأجنبية أكتر من متابعة القنوات المحلية، لكن الدراسات كتير بتأكدوا إن الناس بتتابع الأخبار والأحداث السياسية من قنوات أجنبية، وده خلى كتير من القنوات الأجنبية تعمل برامج ليها بالعربي زي CNN بالعربي، سكاي نيوز، وبي بي سي وغيرهم. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، يا ترى الناس دي عندها ثقة في الأخبار والمعلومات اللي بتشوفها في القنوات دي؟ خلونا نروح نشوف رأي الجمهور ونرجع تاني. والله مش بتفرج عليهم الصراحة. كويس مش وحش، بيعرض حقايق كتير. إعلام عادي يعني زيه زي أي إعلام في الدنيا، يعني مفيش فرق. والله الإعلام العالمي بتتحكم فيه قوة مختلفة، إنما الإعلام المصري متهيألي مفيش رقابة عليه زي زمان. هو إعلام هادف وبيوصل الحقيقة كاملة 100%. مش عارف والله، ما أقدرش أحكم. الإعلام المصري والإعلام الأجنبي تقريبا كله زي بعض، مفيش مصداقية كاملة يعني. شايف الإعلام العالمي أكتر مصداقية من الإعلام المصري؟ والله يا فندم إحنا ما نقدرش نقول بقى، إحنا ما نعرفش الحقيقة فين. كل إعلام بيقول الحقيقة من وجهة نظره. والله مش كله بيدقي الحقيقة، وفي حقيقة ما حدش يقدر ينقلها. في خطوط حمراء كتير في الإعلام العالمي وفي الإعلام الداخلي برضه، مش كل حاجة تتنقل، والمفروض إن مش كل حاجة بتتنقل بالذات أسرار الدولة. لا طبعا مش تنقلش حقيقة. لو خدنا أكبر مثال لحضرتك زي ما بقول لك اللي عملته قناة الجزيرة عننا، والفيلم المشبوه اللي أذيته عن الجيش المصري، ده مش حقيقة طبعا، ده بعيد عن الحقيقة تماما. أكيد الإعلام طبعا في أهداف سياسية الإعلام طبعا بيحاول يوصلها، بس طبعا هو ده الهدف بتاعه، مش حقيقية طبعا 100%. كل الإعلام تقريبا بيتدخل في يعني كل البلاد تقريبا. في دول طبعا بتحكم في الإعلام، كل دولة ليها فكر بتحاول تنشره بطريقة معينة بصورة معينة وبتعرضه من خلال الحاجات زي CNN والحاجات دي. طبعا دي حاجة أساسية طبعا، دول ومخابرات وبتخلي العالم يقول اللي هو عايز يقوله وما يقولش اللي هو مش عايز يقوله، حاجات دي طبعا بتحصل موجودة. طبعا في دول بتتحكم في الإعلام، في قيادات خارجية وده قيادات داخلية بتتحكم في الإعلام، لأن الإعلام مش مفتوح زي ما الناس متفهمة. طبعا طبعا حسب قراءاتنا ان في دول وفي اجهزه استخبارات كمان بتتحكم في الاعلام بتاع الدوله دي، بتوجه اعلامها لتنفيذ سياسه دولتها، لتنفيذ مصالح دولتها. طبعا في دول كتير بتتحكم في الاعلام. التحكم اللي هم يعني يحاولوا يوصلوا للناس المعلومات اللي هم عايزين يوصلوها للناس، مش اكتر. معلومات اللي عايزين الناس تعرفها يعرفوها، واللي مش عايزينها تعرفها ما يعرفوهاش. الاعلام كله قايم على فكره، فطبيعي الغرب فكرته بينقلها لك عن طريق حاجات زي CNN والحاجات دي. احنا كهنا ممكن نبقى نحس ان احنا واثقين فيهم شويه، بس ممكن يعني ينقلوا فكره. طبعا يا فندم طالما في توجه معين لدوله معينه ضد دوله معينه، سهل جدا انها توجه اعلامها بشكل مغرض ضد الدوله اللي هي بتعديها او عايزه تضرها. بتحكم فيها ازاي؟ اول حاجه يعني مبدئيا الاخبار مثلا لازم في يعني حاجات جهات بتعدي عليها الاخبار، ما ينزلش الخبر قبل ما يبقى عارفين الخبر هينزل باي وضعيه وباي هيئه. وثانيا الاعلاميين اللي هم بيبقوا تبع الموضوع ده، بس يعني في تبع الجهاز، بس طبعا محدش يعرف. اكيد الناس ارائها متفاوته، بس الموضوع مش مختلف كتير عن الاحصائيات اللي عرضناها. الناس طبعا لما بتتفرج على قنوات مختلفه او حتى بتدخل على الانترنت علشان تشوف اخبار او معلومات، اكيد افكارهم بتتاثر. وكتير من الخبراء بيأكدوا ان الاعلام وسيله مهمه لنقل الرسائل الاجتماعيه والنفسيه والثقافيه عن طريق الدراما والافلام او الصور المتحركه بشكل عام. الصوره دي بتخاطب العواطف دايما مش الحقائق وتشغيل الدماغ. وانت قاعد قدام التلفزيون بتبقى متلقي عاطفي والنفسي اكتر من العقل. طبعا ده بيدي فرصه كبيره للتاثير على تفكيرك وعلى قناعاتك وعلى عقلك الباطن. للاسف وسائل الاعلام ممكن تعيشك في عالم خاص، العالم ده منعزل عن الحقيقه. ومش بس كده، ده انت ممكن ما تصدقش الحقيقه حتى لو اتعرضت قدامك بالادله. فاكر فيلم ماتريكس؟ الفيلم ده بالمناسبه في ناس كتير مش فاهماه لحد دلوقتي. خلينا افكرك بمشهد من الفيلم. في المشهد هتشوف مورفيس وهو بيشرح لنيو انه عايش في الوهم، وانه عايش في عالم بتتحكم فيه ماتريكس، وان العالم الحقيقي مش زي ما هو شايفه. خلونا نشوف المشهد. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what
it is. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. طبعا هتقول لي وايه علاقة فيلم ماتريكس بالموضوع اللي بنتكلم عليه؟ الموضوع ببساطة هي الفكرة او الحالة اللي بتعيش فيها بسبب وسائل الاعلام المختلفة واللي ممكن تخليك فعلا منعزل عن العالم الحقيقي او بتشوف الحقيقة بشكل مختلف او حتى تصدق اكاذيب على انها حقيقة. يعني الاعلام ممكن يغير طريقة تفكيرك. خلونا نشوف رأي الجمهور ونرجع نكمل. وجه الاستفادة من نواحي كتير اقتصادية اجتماعية، بينقلوا افكارهم، ممكن ترويجية الافكار عندهم في سياحة في شغل في افكار طبيعي بيروجوا ليها. يعني في سياسات دول، تنفيذ سياسات دول بتنفذ الاعلام بيحاول ينفذ سياسة دولته. CNN والبي بي سي. والله مش كتير، انا بتابع المحلي اكتر. يعني عالميا يمكن CNN ومش مش مش دايما يعني يا CNN او البي بي سي. لا لا لا، الاعلام مش بيغير قناعه ولا فكره، انت كده كده بيتعرض قدامك، انت بدماغك بتشوف ايه الصح وايه الغلط. هي ممكن يغيرها في حاجات وحاجات، يعني في حاجات بتخش على العقل ممكن يصير واحد يصدقها، وفي حاجات تانية ممكن يقولها الاعلام انت ما تصدقهاش، بتبقى وجهه نظر بس مش اكتر. والله الاعلام الاجنبي يقدر ياثر على الغير متعلم، ياثر عليه بسهوله، انما المتعلم لا ما يقدرش ياثر عليه. ده اكيد الاعلام مؤثر جدا، الاعلام مؤثر جدا، لما بيعمل ستريس على موضوع معين ممكن ياثر وممكن يغير قناعات ناس كتيره وممكن يغير تفكيرهم وتوجهاتهم، دي بدون شك. وعن تجربه وحاجات حصلت في مصر، ضغط الاعلام وطريقه طرحه لموضوع معين ممكن يغير فكر ناس معينه، اذا ما كانش عندها وعي او ثقافه ممكن ياثر فيهم. طبعا طبعا بيأثر، طبعا بيأثر على الحقيقه اللي انا بتوصل. في ناس كتير طبعا مش هتعرف ان الاعلام ممكن يأثر على تفكيرهم، لكن الحقيقه انه بيأثر. الاحصائيات بتقول ان الشرق الاوسط بيقضي 679 دقيقه يوميا، يعني تقريبا 11 ساعه قدام الميديا، سواء تلفزيون او راديو او انترنت. الشخص العادي بيقعد حوالي 26 ساعه في الاسبوع على الانترنت، وبيتفرج على التلفزيون لمده 19 ساعه اسبوعيا. للأسف عدد الساعات اللي بيقضيها قدام الميديا ليها تأثير كبير على دماغه. طبعا ممكن حد يقول لي يعني انت طالع في التلفزيون علشان تقول لنا ان التلفزيون والميديا عموما بتأثر على دماغنا؟ هقول لك طبعا، لو مش واعي انت بتتفرج على ايه وليه وايه الغرض منه ومين اللي وراه ومش قادر تترجم الرسالة اللي بتشوفها في الميديا، يبقى انت كده هتتأثر اكيد. طريقة التعامل مع الميديا قصة كبيرة، ونعمل لها حلقة تانية نتكلم فيها بالتفصيل، لكن النهاردة بنوضح لك قد ايه الميديا مؤثرة وليه في جهات بتتحكم فيها. خلينا اديلك امثله، الامثله دي هتوضح لك قد ايه الميديا بتاثر على دماغك وعلى طريقه تفكيرك. في طريقه في البروباجندا بيسموها تكرار التاكيد، يعني تطلع معلومه غلط وتكررها طول الوقت وتخلي الناس ليها ثقه تكرر نفس المعلومه. مفيش مانع تلاقيها في الراديو، في التلفزيون، في الجرايد، على الانترنت، لحد ما الناس تصدقها وتبقى حقيقه. ودي بالمناسبه نظريه اعتمد عليها جوزيف جوبلز، وزير دعايه النازي في الحرب العالميه الثانيه، وهو واحد من أهم منظري البروباجندا في التاريخ الحديث على الأقل. خلونا ناخد بعض الأمثلة علشان توضح الصورة أكتر. اسمع كده الكلمتين دول من جورج بوش. If you've retired, you don't have anything to worry about. It's the third time I've said that. I'll probably say it three more times. See, in my line of work, you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda. زي ما سمعت كده، نفس الطريقة، كرر القصة مرارا وتكرارا، قال بيقول لك علشان نواجه البروباجندا. أهم حاجة في البروباجندا إن اللي بيتكرر في الميديا لازم يكون وهم. هديلك أمثلة للوهم اللي تروج في الميديا على إنه حقيقة دامغة. بعد أحداث 11 سبتمبر، أمريكا روجت في الميديا إن صدام حسين على علاقة بتفجيرات 11 سبتمبر. ومش بس كده، الميديا روجت إن محمد عطا واحد من اللي خططوا تفجيرات 11 سبتمبر قابل مسؤول في المخابرات العراقية
في براغ في تشيكوسلوفاكيا في 9 أبريل 2001 ده غير أنه اتدرب كمان في العراق. مش بس كده، في 2003 ظهر جواب في الميديا بين محمد عطا وطاهر جيوش التكريتي مسؤول المخابرات العراقية في عهد صدام حسين. جريدة التلغراف البريطانية نشرت عن الجواب لدرجة أن إياد علاوي اللي كان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في العراق اللي عينته أمريكا طلع وأكد الجواب وقال فعلا أن في حلقة وصل بين صدام والقاعدة، وبما أنه كان راجلهم فده طبيعي. الميديا طبعا وعلى رأسها قناة السي ان ان روجت للكلام ده، وناس كتير جدا صدقت علاقة صدام حسين بالقاعدة وتم تدمير العراق. لكن في 2003 نشرت النيوز ويك مقالة بتأكد فيها أن الجواب بين محمد عطا وحبوش التكريتي جواب متفبرك. الجريدة قالت كمان ان محمد عطا اساسا عمره ما راح تشيكوسلوفاكيا، ده غير ان تقارير الاف بي اي بتاكد انه كان في امريكا في الفتره اللي قالوا انه قابل حبوش في تشيكوسلوفاكيا. في 2008 صحفي امريكي اسمه رون سوسكاين في كتابه ذا واي اوف ذا وورلد قال ان الجواب اللي بيربط صدام حسين بمحمد عطا متفبرك، وان بوش طلب ان السي اي اي تفبرك الجواب وتنشره في الميديا. ده كان مثال حي جدا علشان ناس كتير جدا عصرته، وده كان سبب البروباجندا اللي اتنشرت في الميديا وتكررت لدرجة ان الناس صدقت. والحقيقة ان السي اي اي كانت ورا المعلومات الوهمية اللي تم ترويجها في الاعلام. ياريت تخليك فاكر السي اي اي علشان هتتصدم في الاخر. هدي لك مثال تاني على موضوع التكرار واكيد هتكون لسه فاكره. بعد ما يسمى بالربيع العربي ناس كتير جدا صدقت ولسه مصدقه ان الفيسبوك والسوشيال ميديا والانترنت هي اللي ساعدت الثورات دي، لدرجه ان الناس قالت عليها ثوره الفيسبوك. السؤال بقى هنا، ايه اللي خلى الناس تربط ما بين السوشيال ميديا وثورات الربيع العربي؟ ويا ترى في علاقه فعلا ولا ده مجرد وهم؟ مبدئيا عدد مستخدمي الفيسبوك في مصر قبل الربيع العربي في 2010 كانوا حوالي 3.3 مليون، يعني رقم مش كبير. في 2012 صحفي اسمه فيجيني موزوف في كتابه The Net Delusion قال ان الفيسبوك والانترنت ملوش تأثير كبير في ثورات الربيع العربي. اسمع بقى كمان كلام جيرارد كوهين مدير الافكار في جوجل واللي كان في الادارة الامريكية في فترة كونداليزا رايس لما تسأل عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالربيع العربي. I'll give you, tell you two quick stories that I think illustrate this, one from Tunisia and one from Egypt. And I was in Egypt during the revolution. I spoke to a Tunisian activist actually before the revolution in Egypt took place, about two and a half weeks before I went. And I asked him this exact question, how much did technology play a role in the Jasmine Revolution? And he said, it played really not a huge role in organizing it, but shh. Don't tell anyone, otherwise nobody will pay any attention to this tiny country in North Africa. And I remember I was in the streets of Egypt and I asked a young person, I said, what got you into the streets? He said, I would have just watched this on Al Jazeera. And then Mubarak shut my internet down and made this my issue. I talked to another person who said, what was I going to do? Sit at home in my tiny house that I share a room with, two brothers in and sit around and play on a computer that didn't work? يعني مش صورة فيسبوك. تفتكر بقى ليه الناس ربطت ما بين الصورات دي وما بين الفيسبوك؟ الإجابة ببساطة هي الإعلام. في فترة اندلاع الانتفاضات من أول تونس لحد مصر وقناة الجزيرة بتكرر وبشكل مستمر ثورة الإنترنت، ثورة الفيسبوك، ثورة تويتر. And weeks before the world's mainstream media woke up to the story, tweets, photos and videos began popping up on the internet from Tunisia, warning of trouble to come. A fruit and vegetable seller from Sidi Bouzid had set himself on fire on December 18th, and suddenly, reactions on the Twitterverse were exploding. Following the hashtag Sidi Bouzid, I called up hundreds of photos and videos showing students protesting, police abuses, and sporadic gunfire. As the messages went viral, protests broke out across the world showing solidarity with Tunisia. ده تأثير الميديا، افضل كرر المعلومة حتى لو غلط وحضرتك هتصدقها من كتر التكرار. الحقيقة هي ان الاعلام هو اللي بينقل من السوشيال ميديا وبيكبر ويضخم الحدث، وده له تأثير مباشر على الجماهير اللي اغلبهم مش مركزين في الرسالة الاعلامية. المشكلة الاكبر بقى لما تعرف ان السي اي اي والحكومة الامريكية لاعب رئيسي في الرسالة اللي حضرتك بتشوفها في الاعلام حتى في قناة الجزيرة. قناة الجزيرة لو فاكر احتفلت بتسريبات ويكيليكس ونشرت كل الوثائق عن الدول العربية وفاردت لها مساحات كبيرة.
في حصاد هذه الليلة نعرض معلومات كشفتها وثائق سرية عن قضايا كثيرة وحساسة في العراق. فعن المالكي تتحدث الوثائق عن شبهات علاقة له بفرق الاعتقال، وعن القتلى المدنيين تتحدث عن أرقام مهولة، وعن الأمريكيين تتحدث عن تستر مع سبق الإصرار، وعن إيران فحديث عن دور سري هو غاية في التأثير. لكن زي ما بيقولوا دائما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ويكيليكس نفسها فضحت قناة الجزيرة في 2011 وفضحت علاقتها بالمخابرات الأمريكية والسي اي اي، لكن للأسف الناس ما بتاخدش بالها علشان الموضوع ما تعملوش بروباجندا كبيرة. هتقولي هو كل حاجة السي اي اي؟ للأسف التاريخ بيأكد ان المخابرات الأمريكية لاعب رئيسي في التحكم في وسائل الإعلام. في وقت الحرب الباردة كان في إشاعات منتشرة ان السي اي اي مشغلة صحفيين وإعلاميين لحسابها علشان ينشروا بروباجندا ضد الاتحاد السوفيتي. طبعا ساعتها الحكومة قالت دي كلها نظرات مؤامرة ومفيش الكلام ده. الحقيقة ان في الخمسينات الاستخبارات الأمريكية عملت حملة إعلامية في عملية سرية اسمها Operation Mockingbird. العملية دي كانت لخدمة عمليات سرية تانية بتعملها الاستخبارات الأمريكية ومعتمدة على بروباجندا إعلامية وعلى رشوة صحفيين وإعلاميين في وسائل إعلام كبيرة لنشر إشاعات ومعلومات وهمية حتى في وسائل إعلام خارج الولايات المتحدة الأمريكية. في سنة 1964 اثنين من الصحفيين ديفيد وايز وتوماس روز ألفوا كتاب اسمه Invisible Government، يعني الحكومة الخفية. الكتاب ده كان مليان فضايح الاستخبارات الأمريكية من أول عملياتها السرية في خليج الخنازير والإطاحة بمصدق في إيران وانقلاب كوبا سنة 1954 ومحاولة الانقلاب على سوكارا إندونيسيا، وعلاقة الأحداث دي كمان بقى بالبروباجندا في الميديا. وقتها السي اي اي اشترت كل نسخ الكتاب من السوق لدرجة ان الناشر قال هنطبع نسخة تانية. سنة 1977 الصحفي المخضرم كارل برنستين نشر مقال من 2500 كلمة بيشرح فيه علاقة السي اي اي بالميديا بعد ما ساب الواشنطن بوست بسبب علاقتها مع السي اي اي برضه. بسبب الضجة اللي عملها الكتاب بتاع الحكومة الخفية ومقالات بعض الصحفيين اضطر الكونجرس انه يفتح تحقيق علشان يعرف الحقيقة. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to other two American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. التحقيقات فعلا كشفت بالتفصيل علاقة السي اي اي بالتحكم في الرسائل الإعلامية في وسائل الإعلام حوالين العالم، ده غير الصحفيين اللي كانوا عملاء للسي اي اي من الباطن. الأخطر بقى إن في أسماء كبيرة كانت متورطة زي نيويورك تايمز والواشنطن بوست وشبكة سي بي اس وشبكة ام بي سي. في صحفيين كمان اعترفوا انهم تعاونوا مع السي اي اي زي الصحفي الالماني اودو اورفكوت اللي اعترف انه اشتغل مع السي اي اي لنشر بروباجندا لصالح الولايات المتحده في الجرائد الالمانيه زي فرانكفورتر الجماينه. Well, I've been a journalist for about 25 years and I was educated to lie, to betray and not to tell the truth to the public. كده الأدلة كلها بتأكد إن السي اي اي بتتحكم في كتير من وسائل الإعلام اللي ممكن حضرتك تكون بتثق فيها وانت مش واخد بالك. طبعا العملية السرية دي ممكن تكون شغالة لسه تحت اسم تاني وتغيرت بسبب تغير التكنولوجيا خصوصا مع انتشار الانترنت والسوشال ميديا. الموضوع ما عادش واقف على قنوات التلفزيون والجرائد، حتى في الربيع العربي والمعلومات اللي منتشرة على السوشال ميديا جزء منها السي اي اي ليها يد فيها. اولا ما تنساش ان الشركات دي زي فيسبوك وغيرها نشأت بتمويل من شركة انكيوتيل اللي قلت لك في حلقة فاتت انها واجهة للسي اي اي. ثانيا وثائق سرية نشرها موقع انترسبت بتقول ان السي اي اي عملت عملية سرية اسمها اوبريشن ايرنست فويس تحديدا في احداث الربيع العربي. العملية كانت عبارة عن برنامج طورته شركة انتربيد. البرنامج بيتيح لعملاء الاستخبارات انهم ينشروا اشاعات او معلومات بحسابات وهميه على السوشيال ميديا وباي لغه. نفس البرامج دي بتستخدمها الاستخبارات البريطانيه والوثائق بتثبت انهم يقدروا ينشروا معلومات وهميه على سبيل البروباجندا علشان يخدعوا الناس. مره تانية
العالم اتغير والاستخبارات ما عادتش زي زمان، التكنولوجيا بقت لاعب رئيسي. خد مثلا كوبا، زي ما انت عارف عندهم حظر في وسائل الاعلام والنشر والانترنت ووسائل التواصل وحتى التليفونات المحموله. الحكومه الامريكيه بقى عملت حركه خبيثه عن طريق وكاله المساعدات الامريكيه اليو اس ايد، عملوا لهم برنامج في كوبا بتمويل امريكي، البرنامج اسمه زينزينيو. تقدر تعتبر البرنامج ده كوبي وبيست من تويتر. تخيل بقى 40,000 مستخدم اشتركوا في البرنامج ده اول ما تم تشغيله في كوبا. للاسف الشبكه دي كان الغرض منها محاوله تاجيج الشباب في كوبا ضد الحكومه على غرار الربيع العربي. طبعا غير جمع المعلومات اللي المستخدمين بيعملوها على الانترنت وعلى الموقع ده، والتجسس وتحليل اهتمامات الشباب الكوبي وغيرها. البرنامج وقف في 2014 بعد ما اتفضح الموضوع. دي مجرد ادله بسيطه قد ايه الاستخبارات الامريكيه ممكن تتحكم في اللي بتشوفه في الميديا ايا كان نوعها. بالرغم من اننا بنعيش بقى في عصر المعلومات، لكن ده مش معناه اننا بقينا اكثر وعيا، بالعكس انا شايف اننا عايشين ازهى عصور البروباجندا والتضليل بالمعلومات. استنونا في حلقه جديده وتيك توك على القاهره والناس.